لما تقول يراه أو يفحصه في منزله، معناه هو مجبر طبيب العائلة أنه يتوجه لمنازل المرضى في كل الحالات، حتى وإن أمكن المريض التوجه إلى العيادة. أين نجد طبيب الأسرة؟ طبيب الأسرة نجده في حقيقة في كل المجالات. فطبيب الأسرة حقيقة في عيادتي أو في المستشفيات أو العيادات المستوصفات والمستشفيات، فكذلك في بعض الأحيان في الاستعجالات التي تكون خارج عن نطاق هذا المجال. فالعلاقة ما بين طبيب الأسرة والمريض ليس لها جيوغرافيا أو مكان محدد، لأنه طبيب أولا قبل كل شيء وواجبه، وهنا علاقة. السؤال دكتور حجيج، أننا تعودنا من الأطباء سابقا، الأطباء العامين الذين كان لهم هذا الجانب من طبيب الأسرة، أي كانوا يتعاملون وكأنهم أطباء أسرة، أقول دائما رغم عدم وجود الاختصاص الأكاديمي. ما كنا نعلم عن طبيب الأسرة أو طبيب العام ذاك الوقت هو فعلا خروجه من عيادته وتوجهه إلى منزل المريض. نعم، ما زالت هذه الظاهرة موجودة حاليا، ولكن هي كذلك هي شيء آخر، هو التعاقد، هي كونترا مورال ما بين المريض وطبيب الأسرة. هو تعاقد في الحقيقة، أنه الواجب على هذا الطبيب أن يؤدي واجبه إلى الوصول إلى صحة راقية لمريضه، والواجب على المريض أولى أن يتبع مواصفات وكل ما يقوله طبيبه الأسرة. فهذه العلاقة التي ليست متكافئة، وبعض الأحيان فالطبيب له الفت والربط لدى يفعل المريض ما بعد، هذا لأديه أنه لديه مسؤولية كذلك اللي هي أخلاقية مهنته لتخليه مع مجتمع الأطباء الأسرة وفي جمعياته في التكوين لأداء الأمثل ولاتخاذ طرق متوافقين عليها دوليا في صحة أو في لو تريتمون، في شفاء هذاك المريض، في علاج المريض. في علاج المريض.